احنا دلوقتي معانا الناشطه النسائيه، وهي دايما يعني بتحاول تدافع عن حقوق المراه بشكل كبير جدا، وهي جانات عبد العليم. علشان تكلمنا اكتر عن مشروع الحكومه طبعا بحفظ سريه البيانات للمعتدي عليهم. الو جانات، مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. جانات، كلمينا كده اكتر عن يعني مشروع الحكومه اللي اقروه اليومين اللي فاتوا دول، شايفاه ازاي ورايك فيه ايه؟ خطوة إيجابية جدا 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 لسد الفجوة بين عدد البلاغات وعدد الأحكام. طول الوقت كان كل اللي بيتابع لقضايا والتحرش بصفة خاصة كان في عدد بلاغات وفي مثلا 10 بلاغات، فنلاقي قدامهم اللي وصلوا لا او اثنين. هو في بس مشكله في الصوت، فيعني اتحركي بالموبايل يا جنات يمين او شمال كده. انا كده ما الصوت كده واضح؟ طيب تمام، اتفضلي. المشروع بقانون لما يتم هيسد الفجوه دي، لانه كان مع تسريب هويه الناجيات من العنف الجنسي كان بيتم الضغط على ذويهم باشكال مختلفه، بقى ضغط مجتمعي، ضغط خوف من الوصمه المجتمعيه، محاوله تشويه صوره البنت، والخوف من الفضيحه، بمعنى رغم ان انا مش فاهمه ليه المبني عليها هي اللي تبقى خايفه من الفضيحه. بالظبط، مش مفهومه يعني. احنا لازم نغير الثقافه دي في الشعب. انا شايفه انه اللي بيحصل ده اول مره بجد اشوف انه الحكومه بدأت تاخد خطوات على الطريق الصح في مناهضة العنف الجنسي، مش ما تتعايش مع الجريمة يعني. طيب هل شايفة انه ممكن القانون ده يشجع انه البنات تروح وان هي تبلغ لو تعرضت لحادث زي ده، ولا المشكلة اصلا ما بتبقاش في البنت وبتكون في اهلها اللي ممكن يمنعوها ان هي تاخد خطوة زي دي؟ هي المشكلة في الاثنين، مش هقول البنت لوحدها ولا الاهل لوحدهم. المشكلة في نظرة مجتمع كامل شايف انه اللي هتتكلم دي هي اللي مش مؤدبه، عينك في الارض وانشي ساكته، يعني هو عمل ايه ده، واللي يقول كلمه نحبته، كل الكلام ده او هتضيع مستقبله. هتضيعي مستقبله علشان يعني هو عمل ايه، يعني عمل ايه ده، يعني ممكن يكون حضنها حاسس على حته من جسمها او خلاص هنضيع مستقبله ونحبته علشان عمل معرفش ايه. دي كانت كلمات بنسمعها من الامهات اللي بيروحوا النيابه واولادهم ممسوكين في قضايا تحرش. ماشي، فدلوقتي لما يبقى عندي سريه للبيانات، لما يبقى كل مؤسسات الدوله اعلامها، انا اتمنى طبعا انه الاعلام ما يتكلمش على الموضوع بشكل موسمي، مش علشان اليومين دول في ترند تحرش فيبقى الكلام عنه. يعني من امنياتي، انا اشتغلت سنين على فكره انه يطلع القانون ده. القانون ده المفروض انه تم وضع يعني تم المناداه بيه في الاستراتيجيه اللي اتعملت ب آليات القانون ده، يعني تنفيذها؟ لا، المطالبة بالقانون اتحط جزء منه في الاستراتيجية الوطنية اللي اتعملت أيام رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، وكانت أياميها السفيرة ميرفة السلاوي هي اللي بتشرف على الموضوع تبع المركز القومي للمرأة، ولما السفيرة اتغيرت الموضوع سكت تماما والاستراتيجية ما اتفعلتش. بس يعني أنا بشرف إن أنا كنت عضو من الأعضاء اللي وضعوا الاستراتيجية دي. بنقول يا جماعة الاستراتيجية النهارده، بقول انا جدا 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 ان الحكومه بتاعها هي اللي قررت تاخد الخطوه دي في تشجيع منها، مش بس ان مؤسسات مجتمع مدني ولا مراكز قوميه، لا ده الحكومه بنفسها بتقول اهو يا جماعه في سريه للبيانات. يا اب يا اللي خايف من الفضيحه، ولو انها مش فضيحه، انا مش عارفه انتوا جايبين المعلومه دي منين، الحكومه اللي بتقول لك بيانات بنتك محميه، لا هتنزل في ميديا ولا هتنزل في محضر رسمي يقدر امين شرطه يسربه لاي سبب من الاسباب. الحكومه بنفسها هي اللي هتضمن سريه البيانات دي، وده مش بس شجع البنات، ده بدا بالفعل يشجعهم. ثاني يوم ما مجلس الوزراء قال يا جماعه اللي هيبقى فيه سريه بيانات، اعتقد كلنا فين الشهادات اللي البنات اتكلمت فيها؟ ده مش لسه بس استنوا لما القانون يطلع، ده انا مجرد اقتراح بمشروع قانون، بس الحكومه ضمناه بخطوات واليات تنفيذ، بدا يبقى فيه عارف انت النفس اللي البنات تاخده عشان ترتاح ده. طب هيبقى فيه سريه بنات، ابقى اهو كتب كتابات كتابات كتابات. بمناسبه ان البرنامج عندكم اسمه انبوكس، انا الانبوكس عندي بشكل شخصي مليان شهادات محتاجه مصحه نفسيه. طب كلميني عنهم شويه برضو يعني جانيت، يعني قول لنا كده كان ايه وجهه نظرهم في الاول؟ انت يمكن من اكتر الناس اللي دايما ضد قصه التحرش ومع حقوق المراه، وطبعا يعني عارفين كل حاجه بشكل كبير عنك. كلمينا ابرز
المشاكل اللي جات لك من مش اصحابك او بعض السيدات انت اتعاملت معاهم او بنات ما كانوش بيروحوا ليه؟ كان الخوف من فكره القطع والوطن المجتمعي. لانه كان طول الوقت بيترمي على البنت كانت لابسه ايه؟ ايه اللي وداها هناك؟ ايه اللي خرجها؟ وسيل الشيوخ اللي طالعين علينا زي غضب ربنا. هو انت حاجه منقبه يا عم الشيخ ما كانتش لابسه قصير دي منقبه دي وشها مش مكشوف يقول لك يبقى خرجت من بيتها بدون سبب. معلش ما اي حد على السوشيال ميديا برضه يا جنات ممكن يقول اي حاجه لكن احنا بناخد الكلام بتاعنا الديني والموثوق منه بناخده من جهتين بناخده من الازهر الشريف بتاعنا القيمه والقمه وبناخده من دار الافتاء المصريه. في جريمه لا سبب ولا مبرر له. طيب جنات يمكن زي ما انت قلت الازهر ودار الافتاء بيجرموه وبيجرموه من الناحيه الشرعيه. الحكومه قالت خلاص البيانات محميه وهو جرم قبل القانون اللي صدر في نهايه حكم المستشار عدلي منصور برضو مجرم قانونا. فانا دلوقتي عندي مجرم شرع بقى الاهالي وتقدر تتكلم مع بناتها انه هي مش موصومه انه هي من حقها تمشي في شارع امن من غير ما حد لا يبص لها نظره متفحصه تحسسها انها عريانه ولا يمد ايده عليها اي سبب من الاسباب. صح يعني جنات يعني ان شاء الله كده المشروع ده يخدم كل البنات اللي تعرضوا لحوادث من النوعيه دي سواء تحرش او اعتداء جنسي او حتى اغتصاب وان شاء الله الفتره اللي جايه كل حق كده يرجع لصاحبه. انا عايزه اضيف بس مهمه جدا. اتفضل. التحرش الجنسي اثره النفسي ما بيسقطش على الفتاه لفتره زمنيه طويله جدا. فيا ريت كمان البنات اللي حصل معاها تحرش سابقا قبل صدور القانون والقرار بقانون يتكلموا لانه الكلام هيخفف من الاثر النفسي. صح. المدمر اللي هم عايشين فيه. صح. مش صح. هنستنى انه هم ما كانوش بيتكلموا. لا لا بس انا هقول لكم على حاجه يمكن الفتره اللي فاتت لقينا ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بنات قررت انها تحكي حوادث يمكن حصلت لها من سنين من الطفوله وقرروا كمان ان هم يواجهوا اهاليهم بالحوادث اللي حصلت لهم ده وحقيقي يمكن يكون بيريح جزء ولو بسيط من اثر الاعتداء اللي حصل لهم ده. يعني جنات نورتينا جدا وبنشكرك. شكرا جدا ليكي.